دلوقتي احنا في نموذج الخمس غرف وصالة في نفس المجمع، شقة جميلة جدا كبيرة مساحتها كبيرة. خلينا نبدأ الأول. عندي هنا ده مدخل الشقة، عندي الأسانسير، مدخل الشقة نفسه بيجي عندي ده حمام كامل بيجي معاه شاور. بعد كده بيجي عندي المطبخ. المطبخ عامل ازاي؟ مساحته كبيرة، سقف مرتفع، مساحته جدا ممتازة. تخيلوا احنا هنا في المطبخ والمطل بالكامل زي ما انتم شايفين على البحر. الكل اللي انا فيها دي مساحتها كبيرة، جاي حرف ال. لسه عندي مساحة تانية. ده هنا مخرج الصالة، خلينا نشوفه عامل ازاي. مستطلة المدينة بالكامل والبحر، الطلبة بتاعتها مفتوحة متقفلش نهائي. وعندي الجبال زي ما انتم شايفين، بصوا المساحة عاملة ازاي. ممكن نقفل من فوق، خلي هنا برضو يتعمل جلسة. بلكونة كبيرة. خلينا نكمل تصوير من الداخل. هيجي بعد كده عندي طبعا انا غرف نوم عندي تحت. عندي هنا في الطابق ده عندي في غرفة نوم وماستر كمان. عندي بصوا الصالة، بصوا الصالة مساحتها كبيرة، شباك كبير مطل على البحر بالكامل. وهنا المخرج الخاص التراس، مساحة كبيرة. بعد كده بيجي عندي دي غرفة نوم. هما عملوا حاجة حلوة، استغلوا المساحة وعملوا هنا حمام. وممكن يكون فعلا صغير بس يستخدم، بدل ما تبقى غرفة كده لا حط فيها حمام. استغلوا المساحة بتاعتها. وفيها كمان بلكونة مطلة بالكامل على الجبال زي ما انتم شايفين. شقة جميلة جدا الصراحة، مساحتها حلوة. وبيجي بعد كده الطابق اللي تحت. بيجي عندي تحت أربع غرف نوم، منهم غرفتين ماستر، شباك كبير يعني من غير كهرباء. بصوا الإضاءة عاملة ازاي في الشقة. الطابق اللي تحت مساحته كبيرة، يعني الممر الموزع مش صغير، مش عارف اتحرك ما بين الغرف، لا زي ما انتم شايفين المساحة عاملة ازاي. خلينا نبدأ من هنا. ده عندي كده حمام، حمام رقم ثلاثة في الشقة، بيجي برضو معاه شاور. عندي هنا غرفة اتنين تلاتة أربعة. عندي الغرفة اللي هناك دي ماستر، الغرفة دي برضو ماستر. خلينا نشوف الغرفة. والحلو برضو معظم شركات الإنشاء تعمل الديكور اللي في السقف ده في الصالة وفي المطبخ بس، لكن هنا هما في غرف النوم بيبقوا عاملينه بس في غرف النوم الرئيسية الماستر فقط. وعندي الحمام اللي خاص بالغرفة الماستر، الشطافات متركبة، وصلات التكييف موجودة، نفس المطل بالظبط بالكامل على البحر. والبلكونة مساحتها كويسة كبيرة. بصوا البلكونة عاملة ازاي، مشتركة مع غرفة النوم التانية، والإطالة بتاعتها المفتوحة بالكامل على البحر. وزي ما قلت لكم السقف المرتفع دوت مخلي فيه مساحة في الغرف. دي الغرفة رقم أربعة، برضو اتخرج على البلكونة. بعد كده دي الغرفة رقم دي الغرفة رقم أربعة، وفيها برضو الحمام الخاص بيها، شباك برضو مطل، وبلكونة هنا جانبية على الجبال بالكامل. عندي طبعا تحت هنا ده ألعاب أطفال موجود. هنيجي الغرفة، حتى بصوا الموزع ديكورات برضو في السقف موجودة، مساحة هنا كبيرة ممكن نستخدمها. ودي الغرفة الخامسة والأخيرة، غرفة صغيرة تيجي معاها برضو بلكونة مطلة على الجبال بالكامل. سيب لكم التفاصيل كاملة في صندوق وصف الفيديو مع المساحة مع مخطط الشقة مع السعر بالكامل.